السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدمو لوجيسيال ديال ادوب إليستراتور. غادي نكري واحد لوغو ديال ميديتيل. حنا ما غنديروش 100%، ولكن كيفاش الفكرة كيفاش كيتخدم. مشيو إليبس أوتي إليبس شيفت باش يعطينا العبارة مقاد. ما راحت العبارة مقاد، غادي نمشي نعطيو واحد الكولور ديال بغوش. غادي ندير واحد الكوبي ديال هاد إليبس، كليك على الت وكنجليسي كيعطيني الكوبي. نعطيو واحد الكولور ديال جون، حتى من بعد غادي نبدلو الكولور. غادي نديرو كليك بوطون دروات ديسبوزيسيون اون اغيغ بلون. غادي نمشي نكري واحد إليبس واحد اخر. هنا غادي نزيد نكبر واحد شويه. دابا غادي نبدل الكولور ديال هذاك الاليبس تشاد غير بلون. Disposition en arrière-plan. On va sélectionner le bouton droit associé. Cliquez là. Entier rectangle. غادي نكريي غادي نعطيو لافار. غادي نعطيو بوطون ديسبوزي بوطون دروا ديسبوزيسيون اون اغيغ كيما لاحظتو. هنا لوغو ديال ميديتيل، مشي دي كاركتير نكتب ميديتيل. شيفت هذا غادي نعطيو واحد الكولور بلون كيما لاحظتو معانا هنايا. سيليكسيوني اسوسي هنا الت شيفت عفوا الت. هنا غادي نكليكو على الت شيفت ونعطيوها لارجور لي بغي اوت. ان شاء الله في درس من دروس إليستراتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.